السلام عليكم. صراع العمالقة، شاومي 12S Ultra يتفوق بقوة على هاتف آيفون 13 برو ماكس في هذا الاختبار. منافسة قوية بين هاتف شاومي 12S Ultra وآيفون 13 برو ماكس في اختبار الألعاب. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل أن أبدأ أتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل إن شاء الله بسرعة ل 100,000 من فضلكم، فضلا وليس أمرا بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختار الكل أو توت أو أول وتابع الفيديو حتى النهاية. تتميز الهواتف المخصصة للألعاب بأداء أعلى من الهواتف غير المخصصة للألعاب، ومع ذلك فإن بعض الهواتف الرائدة مجهزة بشكل كاف للعمل كأجهزة ألعاب. كشف اختبار الألعاب بين هاتف شاومي 12S Ultra والآيفون 13 برو ماكس عن بعض النتائج المذهلة. فقد أظهر اختبار الألعاب أن هاتف شاومي تفوق على هاتف أبل عبر عدة فئات. نتائج اختبار الألعاب بين شاومي 12S Ultra وآيفون 13 برو ماكس. تقدم أجهزة الآيفون عادة أداء أعلى من هواتف الأندرويد، ولكن يبدو أن معالجات الأندرويد قد بدأت في مواكبتها تدريجيا. كشف اختبار الألعاب الذي رصده جولدن ريفيور أن شاومي 12S Ultra هو جهاز ألعاب أفضل من آيفون 13 برو ماكس. يضع المحلل هاتف شاومي الرائد في مقدمة كل من هواتف أبل والهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد. يبدو أن معالج سناب دراجون 8 بلس جين 1 الخاص بالهاتف قد غير قواعد الأداء، وهو يعد تحسن كبير مقارنة بسابقه سناب دراجون 8 جين 1 والمعالجات الأخرى. كشفت الاختبارات الشديدة أن شاومي 12S Ultra يعمل بمعدلات إطارات متوسطة بمتوسط 588 إطارا في الثانية، أعلى من جميع الهواتف الأخرى لعام 2022. كما أنه لم ينتج عنه ارتفاع في درجة الحرارة أثناء التشغيل بمعدلات إطارات عالية جدا، وهي تعتبر أحد التحسينات مقارنة بمعالج سناب دراجون 8 جين 1. يعد الهاتف هو الأروع بين جميع الهواتف التي تم فحصها مثل هواتف سامسونج وأبل بما في ذلك آيفون 13 برو ماكس، آيفون اس اي 2022 والجالاكسي اس 22 إلترا. وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الآيباد ميني 6 الذي يعمل بمعالج الـ A15 بايونيك يوفر معدل إطارات أعلى من جهاز شاومي 12S Ultra، ويحتوي جهاز شاومي 12S Ultra على كاميرا رئيسية أكبر من معظم الهواتف وشاشة أوليد بحجم 6 إلى 7 إنش ودعم شحن بقوة 67 واط لبطارية سعتها 4860 ميلي أمبير، ويحتوي الهاتف على العديد من الميزات الرائعة ويبلغ سعره حوالي 900 دولار. هل أنت من عشاق هواتف أبل أم شاومي أم سامسونج؟ شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.